يا خبر ابيض، اهلا وسهلا يا فريده، منوره. فيك عين تظهر تاني يا بليغ؟ جاي تدخل حياتي تاني عشان تبوظها؟ انا لسه ما دخلتش، الباب مفتوح اهو، امشي؟ انت ايه اللي رجعك تاني بعد السنين دي كلها؟ ها؟ ايه اللي رجعك؟ هو ايه سموها جمهوريه فريده وانا ما اعرفش؟ انا راجع بلدنا وما حاولتش اتصل بيك. طبعا عشان انت ندل على فكره. انا ندل؟ ندل. لا ما تعمليش كده، انت فاكر انك لما تسافر انا هقعد اعيط بقى واشد في شعري واقطع في هدومي؟ لا 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 لا، على فكره انا اتجوزت بعد ما انت سافرت باسبوع. قرار سليم. وطلعت بعديها بسنه. قرار سليم برضه. برضه انت عايز انت ما كنتش تعرف، عايز تفهمني ان انت مش عارف؟ هعرف منين؟ من السوشيال ميديا. لا ما اعرفش والله. ازاي ما تعرفش؟ ما انا عامله فولو لكل اهلك. انت بقى مستخسر تعمل لي فولو؟ انا ماليش في السوشيال ميديا يا فريده، وبعدين قلت انت ست خلاص اتجوزتي واستقريتي، ابوظ لك حياتك ليه؟ خصوصا ان ما طلعتش ندلي معاكي زي ما انت بتقول. لا ندلي. نادلي يا بليغ، انت سبتني يوم كتب الكتاب الصبح، خليت منظري زباله قدام ابويا وامي والمعازيم والمأذون والناس كلها. لا لا لا، نرجع بالذاكره بقى عشان نعرف بالظبط ايه اللي حصل. نرجع. انا جيت لك لحد عندك، قلت لك يا فريده نكتب الكتاب ونطلع على الطياره، مين اللي قال لا؟ لا لا، ارجع 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 بالذاكره بجد بقى، ارجع. انت ما جيتليش يا بليغ. انا ما جيتش؟ لا ما جيتش. امال؟ تكلمتني في التليفون. ايوه. هو كان تليفون؟ كان تليفون. ايه رايك بقى؟ ما جتش. لا ما جتش. قلت لك انا مش عايزه اسافر، انا ما اقدرش اعيش بره مصر، هموت. عملت ايه حضرتك؟ ركبت الطياره وبعت لي الدبله يوم كتب الكتاب الصبح مع البواب. يا فريده، نداله دي ولا مش نداله؟ فريده ما يصحش اتخض. بص يا فريده، انا مستعد اعترف انك انت صح وان انا غلط. مستعد؟ انت مستعد؟ انت غلط. تمام اعترفت. تمام، اعمل انا ايه باعترافك ده؟ ها؟ هيرجع السنين اللي فاتت؟ هيخلينا نرجع لبعض تاني؟ هينفع؟ هينفع نرجع؟ لا انا ما انفعكيش والله يا فريده. انت عارفه انا بصحى الصبح باصص للسقف ساعه قبل ما انطق اي كلمه. عارفه. طيب انت بتصحي هيصه بين قوسين دوشه. ما انت عارف، مش جديد. طيب ما احنا الاثنين عارفين. وبعدين انا والله راجع بعد 10 ايام، ده بجد بقى والله. ولا السنين بترجع ولا اللي فات بيرجع. صح صح، انا اصلا جاي اقول لك كده، جاي اقول لك انك انت لو اتنططت زي القرد انا مستحيل مستحيل ارجع لك نهائي ابدا اطلاقا. قرار سليم. وعلى فكره مفيش ست تندم انها خسرتك يا بليغ ابدا يا ابو الهنا. والله انا طول عمري بقول خسارتي مكسب. فريده ما يصحش اتخض كده. لا لا والله، ده انا جايبها لماما في عيد الام.